بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ما هي أبواب الزكاة في وقتنا الحاضر وما مقدارها من أرباح المكاسب سؤال موجه من الأخ الدكتور أحمد حسين يقول السلام عليكم أستاذ أحمد وفقك الله وهدانا وإياك لما فيه رضاه. يقول أيضا في رسالته: أنا الدكتور فلان من كربلاء معجب بآرائك وأفكارك التجديدية الإصلاحية. أريد أن أسألك باعتبارك كاتبا ومؤرخا إسلاميا، حضرتك قلت أن الخمس خمس أرباح المكاسب بدعة ابتدعها رجال الدين. ليعززوا سلطانهم لم يشرعها القرآن ولم يأمر بها النبي الله, الله سبحانه وتعالى أمرنا بالزكاة وذكرها مرات كثيرة في القرآن ما هي أبواب الزكاة في وقتنا الحاضر وما مقدارها من أرباح المكاسب علما أنني موظف ولدي راتب وحالتي المادية جيدة وأريد أن أعطي الزكاة ولا أعرف تفاصيلها لان في المذهب الشيعي يعتبرون الزكاه على الغلات الاربعه والنقدين فقط، اريد رايك بذلك وشكرا لك. الجواب بسم الله الرحمن الرحيم وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، لقد شرع الله الخمس في غنائم الحرب وفي الانفال، ولم يفرضه على ارباح المكاسب النقدين الذهب والفضه اللي كانت العمله في ذيك الايام زمن النبي هي عمله الى وقت قريب يعني هي بالذهب والفضه. والحق ذلك بحكم الزكاه، وضع على النقدين الزكاه. واذا كانت غنائم الحروب قضيه تاريخيه لا وجود لها اليوم، مقتصره على مثلا زمن الرسول الاكرم. فان حكم الخمس في الانفال الانفال هي موارد الموارد الطبيعيه، يسموها الانفال. كاستخراج النفط والثروات المعدنية هذا الحكم يمكن أن يتغير اليوم يعني كان سابقا واحد شيء بسيط يروح يستخرج من الأرض أو من البحار مثلا يغوص في البحار ويطلع لآلة فيعطي الخمس والبقية هكذا يقول الفقهاء يعطي الخمس والبقية إله بس نجي على الثروات الطبيعية النفط مثلا أو الذهب أو الحديد أو أي شيء كان أه هل من المعقول الآن واحد يسوي له شركة مثلا شركة محلية وأجنبية تجي تستخرج النفط وتأخذ تعطي خمسة للدولة وأربع أخماسها إلى معقولة شكل يعني أو يمكن يتغير الحكم أنه لا مو قصة خمس ولا أقل ولا أكثر، إنما بإتفاقية جديدة. يمكن الحكم هذا، حكم الخمس في الأنفال، يتغير اليوم مع وجود الدولة وقيامها باستخراج الثروات الطبيعية أو الإشراف عليها. أو هي تشرف إنما هي بنفسها، أو تعقد إتفاقيات مع شركات. وذلك لتغير الظروف عن السابق، حيث يمكن أن تقوم الدولة بنفسها إستخراج الثروات الطبيعية وتسويقها وتعطي الناتج مالها للشعب بتوزع على الشعب أو الاتفاق مع بعض الشركات المحلية أو الأجنبية بنسبة معينة حسب المعادلات الموجودة يعني بنسبة عادلة طبعا ولا تسمح بإعطاء الشركات أو الأشخاص المقاولين نسبة أربع أخماس لهم وأخذ الخمس فقط من أجلهم. كما يقول الفقهاء القدماء حسب الظروف القديمه اللي كانت يعني شيء يطلعون شيء بسيط مثلا وانما الدوله تستولي على جميع الثروه وتعطي المستخرج او المستخرج اجور اتعابه ونسبه صغيره من الربح فقط نسبه اللي معقوله تكون كما انه حتى الاراضي مثلا الاراضي اللي الدوله توزعها الى مثلا الناس عندهم شركات افترضوا يردون يزرعون بشكل كبير هائل مقاطعة فالدولة تعطيهم وتاخذ من عندهم مثلا الخمس والبقية كلها لهم او لا تاخذ نسبة اكبر من ذلك فهذه تتحدد حسب الظروف وحسب يعني الشروط الجديدة هذا بالنسبة للخمس في الحقيقة يعني يمكن الحكم يكون أكثر من نسبة الخمس في الانفال. اما الزكاه فهي تشمل بالاضافه الى الانعام والغلات. الانعام للناس الرعاة عندهم ابقار، عندهم اغنام، عندهم كذا فياخذون من عندهم جمال، ياخذون من عندهم النسبه كانت 2.5% حسب التفاصيل الموجوده بالفقه. والغلات كذلك، الغلات كانت اربعه فقط الحنطه والشعير والتمر والزبيب. طيب هذه في مجتمعنا في الجزيرة في العراق مثلا بس لو تروحون بأفريقيا تروحون بأستراليا تروحون أشياء كثيرة أخرى يمكن تكون منتجة وتكون تجارية سابقا كانوا يستثنون الفواكه مثلا الفواكه الفقايق والفواكه الفواكه يعني هذه ما ماكو عليها زكاة بينما إذا واحد سواء بستان كبيرة جدا أو حقول كبيرة جدا وزرع مثلا فواكه معينة وانت يعني استثمرها للانتاج الزراعي الكبير فنقول لا انت بعد ما عليك زكاه او عليك زكاه او عليك زكاه 2.5% او لا حسب حسب قيمه الشغل والعمل والانتاج قد يحصل هذا ممكن يصبح مليونير من وراء الزراعه فالنا نسبه تبقى محدوده ولا كانت ذيك ضمن الشروط القديمه اللي الفواكه كانت شيء اشياء كماليه كانت فاذا تشمل الزكاة الانعام والغلات وايضا ارباح التجاره ارباح التجاره اللي الفقهاء الشيعة تبعا لبعض الاحاديث الواردة عن بعض الائمة وليس كلهم أنه يأخذون عليها خمس هي مثلا كانت موضوع للزكاة يعني موضوع للزكاة نسبة أرباح التجارة أرباح المكاسب فالذهب والفضة العلماء أيضا حرفيين وجامدين العملة تغيرت صارت ورقية والورقية صارت إلكترونية حتى الآن بيتكوين وغيرها فهذه ما تعتبر عملة ما تعتبر فلوس ما تعتبر مال بالتالي ما عليها زكاة أصلا يعني بعض الفقهاء عقولهم جامدة ما يتطوروا ما يشوفوا الجوهر والمحتوى والمقصد فيكون حرفيين انه النقدين زين ما يكون نقدين الان بعد يعني ما يكون نقود بالذهب والفضه يتداولون بها الناس ويتعاملون بها تبقى للزينه فقط، فنسقط الزكاه عنها او لا يمكن احنا ايضا نضع عليها الزكاه، وبكم وباي نسبه؟ ولا تقتصر على النقدين الذهب والفضه، وانما تعني المال بصوره عامه، كالنقود الورقيه او الالكترونيه، واذا كانت الزكاه تؤخذ من الرعاه والفلاحين بنسبه 2.5% من الغلات والانعام، وكانت تؤخذ على النقدين بتلك النسبة أيضا أو عدم فإن تلك النسبة يمكن أن تتطور وتتغير وذلك لأنها كانت تؤخذ سابقا في حالة عدم وجود دولة ناس مزارعين فالحين هاي يطلعون الزكاة مالتهم يعطوها الفقراء ماكو شيء اسمه دولة مثلا هي تقوم بمهمات عديدة وتاخذ من عندهم وتعطي للاخرين أو أو عدم وجود دولة ولكن عدم قيامها بواجباتها عدم تقديم خدمات مقابلة كتوفير الصحة مثلا والتعليم والبلديات شق الطرق ما كانت الدولة تقوم بهذه الأعمال وأما في حالة اتفاق المجتمع على قيام دولة مثل ما في العصر الحديث يعني دوله ولها مسؤوليات كبيره مو ما تقتصر على جانب جانبين وعلى قيام الدوله بتوفير خدمات متعدده بالاضافه الى الامن الداخلي والخارجي ونفترض ان الدوله لا تملك ثروات طبيعيه كالنفط مثلا بعض البلاد غنيه وشعب فقي... شعب قليل جدا افترض مثلا قطر شعبه ما يتعدى مثلا مئة ميت ألف مئتين ألف واحد وعندهم ثروات مال الدول الكبرى مثلا فهذه ما تحتاج تاخذ زكاة من الناس هي توفر كل الخدمات التعليم المجاني الصحة المجانية الكذا مجانية فالناس اللي يحصلون هذه الثروة ويشتغلون ويحصلون عندهم فلوس ودولة ما تاخذ عندهم ضرائب مثلا مثلا دنجيب ما نتحدث عن بلد معين فهنا النا... الانسان اللي حصل فلوس ما عليه واجب ان يعطي زكاه وكم هي نسبه الزكاه؟ الدوله افترضوا ما تريد بس العالم يحتاج العالم المحيط بيك او كذا الدول الاخرى في فقراء ومساكين فانت ما تعطي لهم ولا تقول خلاص انا او اعطيت 2.5% وانت تملك ملايين او النسبه تكون اكبر فان من الطبيعي ان تفرض الدوله اذا ما كانت عندها موارد هي خاصه بها ان تفرض الدوله نسبه ضرائب عاليه على الاغنياء من المزارعين ومربي المواشي والتجار والموظفين. مزارعين اللي عندهم هكتارات كبيره جدا وكثيره وكذلك لتربيه المواشي مثلا بالالاف والتجار والموظفين وتساعد الفقراء منهم والمحتاجين. تفرض ضرائب بشكل عادل. وتستوفي ذلك منهم إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة يعني الضرائب هي تضعها على المبيعات على مثلا أشياء ترد بالدولة أو لا على كل واحد على قد هو ينتج وتأخذ من حسابه المباشر وبالتالي فإن من حق الدولة أن تزيد نسبة الضريبة الزكاة إلى أكثر من النسبة القديمة المعروفة الى نسبه 10 او 20% او اكثر من ذلك او اقل. كما هو معمول في بلاد كثيره، مثلا في بريطانيا ياخذون ال... النسبه الاوليه 20% من الارباح. واذا زاد الدخل عند الانسان ياخذون 30 40 وبعض البلاد تاخذ 50 60% بالسويد مثلا. 60% وفي مقابل ذلك توفر خدمات لا تحصل لل للناس حتى توفر العداله للجميع. السؤال الاخر ياتي انه هل دفع الضرائب للدوله مجزي عن الزكاه هو نفس الزكاه ولا في شيء اخر هذا بديل عنها؟ انا اعتقد في الحقيقه ان الضرائب هي عباره اخرى عن الزكاه في المجتمع الاسلامي الاول كان اسمها الزكاه بعدين مثلا وحتى بالتاريخ مثلا أن أبو بكر مثلا عندما أصبح خليفة الدولة ما كان موارد مالية فحاول حاول يأخذ الزكاة من من كل القبائل العربية الأخرى ولذلك حدثت الردة وحدثت الحروب عندما جاء مثلا عثمان بن عفان وكانت الدولة غنية صايرة بفعل غنائم الحروب لم يهتم بالزكاة ولم يأخذها فاعتبرها يعني شيء, شيء عادي يعني ما يسوى شيء امام الارباح اللي الدوله عندها، الدوله قاعده تمشي ماكينتها من دون حاجه الى الزكاه. فهي بالحقيقه هي الزكاه هي الضرائب اللي تؤخذ هذا كما اظن والله اعلم ان الضرائب هي عباره اخرى عن الزكاه حيث يدفع الغني نسبه من ارباحه للدوله لتقوم بتغطيه حاجات المجتمع. وربما تجبي الدولة نسبة أعلى من ذيك النسبة القديمة ولا مانع من أن يتبرع الغني بأكثر مما تأخذ الدولة منه من ضرائب واحد عنده فلوس ويعطي يساعد العالم كله وين ما يكون فقراء أو محتاجين أو مشاريع خيرية لكل ما يراه من أعمال الخير ومساعدة الفقراء في بلده أو بلدان أخرى لا تغطيها الدولة التي يعيش فيها ولا سيما إذا رأى الإنسان أن الحكومة التي يعيش في ظلها وتأخذ منه الضرائب الزكاة مثلا لا تقوم بواجبها تجاه الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام مثل بعض البلاد يعني الدولة تأخذ ضرائب بس ما تغطي حاجات المجتمع تبقى حاجة موجودة وواحد غني والدولة قاعدة تأخذ من عنده ضرائب أو ضرائب شيء خفيفة جدا وبعض الدول ما تخلي ضرائب كثيرة على الناس معتمدة على النفط اللي عندها معتمدة على كذا وما توزع الثروة بصورة عادلة ولا تنشر العدل بين الناس في المجتمع فهنا واحد عنده أموال والله منعم عليه فلا بد أن يعطي أكثر ما حتى أكثر من نسبة نسبة 2.5% يعطي إيش قد ما يتمكن يعطي يعطي يعني شنو ماكو مانع بذلك عندنا الأخ معتشر متعشر متعشر العياش يقول الزكاة ليس ضريبة والضريبة ليس زكاة الزكاة, الزكاة ركن من أركان الإسلام نص عليها القرآن الكريم ما في اختلاف على ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع عليها ولها مصارفها ثمانية في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الآية ما تتعارض مع الضريبة اللي الدولة تاخذ ضريبة شو تسوي فيها؟ هم يسوي دفاع عن الناس تعطي الفقراء تعطي المساكين تعطي تبني الجسور شوارع كل الأعمال تقوم فيها نفس الشيء نفس هذا هو عمل الدولة بالحقيقة. هسه تجي بعض الحكومات حتى الاسلاميه يمكن تزيد تنقص بالضريبه تفرض ضرائب ظالمه مثلا ذاك بحث اخر بس مبدا الزكاه هو هو هذا عمل الدوله اللي تغطي حاجات المجتمع وفي القران حتى الغارمين يعني الناس المديونين وما يقدرون يوفون طبعا هذا في شروط في تفصيل يعني مو شكل اي واحد متداين ولاعب على الناس ومحتاج تعال يا الدوله تعطيني فلوس مكان اسد ديوني مثلا او الرقاب الاسرى والعبيد لازم الدوله تحررهم اما ضريبة يقول الاخ العياش يقول اما الضريبه فهي مصلحه قد تكون معتبره وقد تكون ملغاه بحسب الحكومه وعدالتها وما تفعله الحكومه العراقيه من فرض خصومات على الموظفين محدودي الدخل وهذه ضريبه مجحفه حقيقه وترك النواب ومن على شاكلتهم بل وزياده رواتبهم ومخصصاتهم انه لامر مجحف ومصلحه ملغاة شرعا. ما نختلف معك يا اخ عياش يعني ربما احنا نتحدث عن ان الدوله غير عادله في جبايه الضرائب او الزكوات من الفقراء وعدم جبايتها من الاغنياء او اعطائهم رواتب ما يستحقون ما يستحقوها. ولكن عموما المبدا العام هو انه الانسان الغني عنده فلوس يعطي للدوله وعندما يكون محتاج الدوله يجب ان تعطيه، المجتمع يجب ان يعطيه، اذا الدوله ما اعطت المجتمع. يعني كل انسان يشعر هو غني ويشعر اكو فقراء ومساكين والدوله ما تلحق لهم فهو يجب ان يعطيهم بصورة مباشرة هذه العملية قد تتحدد أو تتم بصورة من خلال الدولة أو من خلال المجتمع بصورة مباشرة يعني مثلا شوفوا دول الآن في أوروبا مثلا في كذا هي الدولة حاطة قوانين دقيقة جدا في أخذ ضرائب من الناس وما يستطيع أحد أن يشتغل ويعمل إلا بالسوق السوداء مثلا وهذا أيضا فيه مخاطر ويضرب أيضا فتأخذ ضرائب كل واحد يقدم حساب ويأخذ تأخذ من عنده ضريبة إلى حد معين إذا هو فقير مثلاً ما عنده أرباح كبيرة وكثيرة يعفو ما, ما عليك ضريبة وإذا كان لا محتاج لا مو بس ما عنده أرباح كثيرة إنما محتاج ما عنده إيجار سكن ما عنده يأكل ما عنده يشرب فهنا الدولة ايضا بشروط معينه وكذا، ايضا دوله يعني تعتبر هذا فقير وبالتالي تعطيه راتب او تعطيه شيء. يعني منظ... العمليه منظمه من خلال الدوله، ماكو واحد انسان يروح يدور فقراء ويعطيهم، ولا اكو واحد فقير يروح يقدي بالشارع، فقير في ناس يستعطون في هذه البلاد، ولكن هم مثل حشاشين او يشربوا مخدرات او شيء. فالدولة ما تغطيهم فيروحون للشارع ولكن بصوره عامه تحفظ كرامه الناس واي واحد يشعر نفسه ميزانيته انكسرت او طلع كسر او شيء شو شي يسوي خمول يروح بالشارع كما في بلادنا مثلا تذكرون قبل مده تحدثنا عن عامل التنظيف في كرملا سنوات يشتغل ما يعطوه راتب يعني محدود جدا ومره واحده يابا احنا استغنينا عنك، طيب شو سوي بعدين؟ روح قدي بالشارع. هذا ما يصير، هذا مو اسلام هذا مو دين. ما يجوز الشكل، يعني عامل فقير هو ما يقدر يغطي حاجاته. لا عنده بيت مثل الاوادم ولا عنده مثلا راتب ولا اطفاله بالشوارع، يعني دوله مهملتها من كل النواحي وما تدير لبال فهذا في ظلم يعني معك في ظلم احيانا دوله اي دوله يعني ممكن هي بس عمليه الضريبه هي هي الزكاه هكذا اشوفها انا والله اعلم الاخ امير عميدي يقول حديث الهاء للعقول والا عده ايات الخمس فكيف ابتدعه الغير ألم يقل الله عز وجل وَمَا أفاء الله على القراء القرى فلله خمسه وللرسول صحيح ولذي القربى واليتامى وابن السبيل لآخرة ترى ماذا يفعل الله بالخمس وهو ما أفاء به للناس والرسول حتما يكون هنا الخمس مضافة من الله والرسول للرسول ومنه نصف سهم الإمام شوفوا هذا التفصيل مع أنه الإمام أي إمام أي إمام بس الان العلماء يعتبرون نفسهم نواب الامام في أخذون الخمس وحتى الامام اللي مو حاكم ومو مسؤول هل يحق له مثلا اخذ الخمس اخذ الضريبه هو الامام علي وقته كان حاكم ما اخذ الخمس من الناس فيجي واحد يقول انا مثلا امام معين من من الله تعالى وتعلطون الخمس هل يجوز هذا او يجي عالم الان مرجع يقول يا بالخمس ترى واجب رغم انه في جدل حول عند الشيعه تعال اعطوني اياه الي الخمس، لا تطلب واحد اخر، حتى مرجع اخر ما يصير تعطوه الا الي, إلي تعطوني اياه. هذا كلام ما به دليل، مو شرعي، مو اساسي يعني. فالخمس يعني هو مبدا الخمس صحيح ولكن في ماذا وكيف و هاي تفاصيل بحاجه الى تطوير. ومع الاسف الشديد يعني بعض العلماء يفتون بدون اجتهاد جديد. يعني على حسب, حسب الفتاوى القديمة منذ مئات السنين وما يراعون التطورات الحاصلة والظروف الحاصلة والأشياء التي تستدعي النظر وإعادة النظر في هذه الأمور آه وشكرا آه جزيلا لكم إذا نشوف هل رأيك الأخ عماد شهيد ال باهلي يقول هل لرايك بالزكاه من سند سواء قطعي الدلاله ام ظنيه وهل هناك من تبنى هذا المبنى من العلماء انا قلت انه الزكاه يعني يمكن تتطور النسبه مالتها آه هذا اجتهاد من عندي والله اعلم يعني انا انظر انه في حالات معينه القديمه ما كان اكو دوله تقوم بهالواجبات الدوله موجوده افترض النبي كان موجود بس النبي ما يتكفل التعليم الجامعي ما كان جامعات ولا مدارس ابتدائيه ولا كذا. او الصحه انه انا اتكفل الصحه. في اشياء كثيره هي تدخل في اطار في سبيل الله يعني ممكن نوسع هذا في سبيل الله. مو فقط الجهاد او الكذا في سبيل الله. بناء الجسور، الطرقات، الكذا، اشياء كثيره تدخل في اطار في سبيل الله. فالدوله اما تكون غنيه هي عندها موارد طبيعيه او تكون فقيره. فماذا تفعل لكي تغطي كل الحاجات؟ نشوف بعض الدول اللي هي فقيره ولكنها يعني مثلا حتى ضرائبها تاخذها ما تاخذها من الفقراء تاخذها من الاغنياء. وهي تساعد ايضا الفقراء فلاحين مثلا زراعتهم مضروبه او اوضاعهم تعيسه وفقيره فالمفروض الدوله هي تعطيهم مو تاخذ من عندهم. الدوله هي تعطيهم مساعدات بذور كذا مثلا ارشادات حتى توفر لهم حياه طبيعيه، المهم المحافظه على العداله الاجتماعيه اقتصاديا في المجتمع، هذا هو هدف الزكاه وهدف الخمس ايضا اذا كان موجود في بعض الموارد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.